هاي بنات، انا شيماء. النهارده هنتكلم على اسرار وتكنيكس انا اتعلمتها من سوزي الزهار واخدتها في حياتي عشان اتجوز واحد اجنبي. صراحة الفيديو النهارده مش عن تكنيكس بشكل مخصص ان انتي تتجوزي رجل اجنبي او اي جنسية، لا، الفكرة انتي بتاخدي التكنيكس دي اللي انا اتعلمتها من سوزي وبتطبقيها على اي جنسية، سواء جنسية بلدك او جنسية مختلفة، انتي بتطبقيها عشان تلاقي فتى احلامك او فارس احلامك. الصراحة ان انا من عشاق سوزي الزهار، وكانت اضافة جميلة جدا 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 في حياتي. انا متابعاها من سنين كتيرة جدا، وقت ما كنت سنجل وهي كانت متجوزة بواحد انجليزي، وانا كنت اقول واو، انا نفسي اتجوز جنسية اخرى عن جنسيتي، لان خلاص بعد 3 علاقات اكتشفت ان الرجل المصري لا يناسبني بتاتا، فكنت بدور على جنسية اخرى. رغم من ان فيديوهات سوزي كانت طويلة جدا، فكنت دايما بحط الهيدفون في وداني، ولو عندي اي حاجة بعملها، بنظف البيت، بغسل، بطبخ، بسمع فيديوهات سوزي على مدار اليوم. وتقريبا، مش تقريبا، هو اكيد انا اتفرجت على كل فيديوهات سوزي الزهار. انا الحمد لله متجوزة من واحد اجنبي، بقالنا سنة مع بعض، وان شاء الله يدوم العمر كله يا رب. تعلمت ايه من سوزي الزهار؟ انا كاتبلكوا الخطوات، اوكي، مش الخطوات، هو مش بروتوكول يا جماعه، هو انتوا بتاخدوا الحاجات اللي هي بتناسبكم وتطبقوها على حياتكم. انا بعد 3 تجارب مع الرجل المصري اكتشفت ان الرجل المصري لا يناسبني بتاتا. انا عندي 35 سنه، كانت اتعرفت في حياتي كلها، ارتبطت في حياتي كلها ب5 رجال، اخرهم زوجي ادي ربنا يخليه ليا، واول 3 كانوا مصريين، فكانت الثالثه ثابته ان هو ما ينفعش. اول رجل مصري بصراحه كان يعني ضربه جامده من العيار التقيل، جاب لي اكتئاب 2 سنين فعلا، فكنت خلاص اتدمرت نفسيا. بعد كده ارتبطت بحد تاني كان انسان كويس جدا، بس بعد فتره اكتشفت ان هو مش الانسان اللي يناسبني. انا طموحاتي عاليه وكبيره وعايزه اروح واجي واحقق احلام واسافر، فما كانش مناسبني. تالت شخصيه كانت شخصيه لعبيه جدا، فكان بلوك من اول او تاني اسبوع، فكان خلاص سلمت الراية السودة انه لا، برا حياتي. رابع رجل كان رجل اجنبي برضو، بس برضو بعد فترة ما حسيتش ان هو ده الشخص المناسب. مش معنى كده ان هو اجنبي خلاص انا همسك فيه وهجري واطير بيه، لا، انت بتعملي له اختبارات، بتشوفي ان الراجل ده هو مختلف عنك في كل حاجة، مختلف عنك في التربية، مختلف عنك في العادات والتقاليد. بعد كده ارتبطت بزوجي ادي، هقول لكم ازاي اتعرفت على ادي وقصتنا مع بعض. ازاي تلاقي الشخص المناسب ليكي سواء من جنسيتك او من جنسية اخرى. انا كاتبه لكم الخطوات، اوكي، اللي انا عملتها مع نفسي. اول حاجة التكنيك. انت دلوقتي لو انت عايزة تتزوجي من شخص اجنبي، هتروحي تقابليه في البار؟ لا طبعا. هتروحي تقابليه في المسجد؟ لا طبعا، مش هتلاقيه. امال اعمل ايه؟ انا عملت ايه؟ انا لما اكتشفت ان انا خلاص الرجل المصري بالنسبة لي بيج نو، انا مش هينفع، فروحت اشتغلت في حتة بيعيش فيها الاجانب، اشتغلت في دهب. انا دكتورة بيطرية، رحت سافرت دهب، اجرت بيت، عملت عيادة بيطرية صغيرة ليا، وكنت بشتغل مع نفسي، كنت عاملة روتين لنفسي. معنى كده ان انا وسط الاجانب، ان اي رجل اجنبي اتعرف عليه واخرج معاه واروح واجي ويلا نشرب ويلا، لا طبعا طبعا طبعا، ده غلط كبير جدا يا جماعة. ما تطلعوش من الحاجة اللي انتوا تربيتوا عليها، لان لو انت غصبتي نفسك او رحتي عملتي انحراف لمسارك الطبيعي، انت بعد فترة مش هتحسي ان الانسان ده اختيارك كان غلط. فلازم تقابلي الشخص في الظروف المريحة ليكي، تمام؟ انا كنت شغالة عادي، وكنت بتمنى ان انا ارتبط. قعدت في دهب 1 سنة من غير ما ارتبط خالص، اقل من سنة، لا اقل من سنة، لان انا اتعرفت على ادي بعدها ب8 شهور. حقيقة اول ما وصلت دهب اتعرفت على ادي زوجي، بعدها ب8 شهور بدأنا نتكلم، تمام. خلال ال8 شهور دي اللي حصل، ما كانش فيه خروجات، ما كانش فيه كلام، ما كانش فيه اي حاجة. طيب بعمل ايه؟ بروح شغلي، بروح الجيم، بعمل الروتين. بعدها ب3 4 شهور هو ادي كان كلاينت عندي، كان عنده بيتس، حيوانات اليفة، وكان بيجيبهم لي العيادة، سواء عملية سواء تريتمنت، ومن هنا بدأ الكلام في اطار الشغل.
بعد مره في مره في مره في مره استلطفني استلطفته. والحقيقه الحقيقه ان انا استلطفت ادي من اول مره شفته فيه، بس مش معنى كده ان انا ارمي نفسي عليه، لا لازم اكون انسانه تقيله. هو بعد الجواز قال لي ان هو كان معجب بيها من اول مره، بس كان حاططني تحت الميكروسكوب، ودي كانت حاجه حلوه جدا، لان هو مش شخص هوائي او ان هو شخص عايز اي حد كده وخلاص، هو حد عارف هو عايز ايه. بعدها بشهر 2-3 بدأنا نتكلم شات على الواتساب، القطة بتاعتي تعبانة، الكلب بتاعي مش عارفة عنده ايه، طب ممكن اجي بكرة اطعم، ممكن بكرة اجي اكشف. وده كان اطار الكلام بتاعنا في اول شهر شهرين. في الفترة دي هو كان مشغول جدا، بيسافر وبيجي بيسافر وبيجي وبيسافر وبيجي، فكان في كلام بسيط. بعد كده لما استقر وقعد وحس ان هو كان كل ما يكلمني ايه، سوري انت فين دلوقتي، انا في العياده، سوري انت فين دلوقتي، انا في الجيم، دلوقتي انت بتعملي ايه، انا عندي مذاكره اونلاين، طب النهارده بالليل هتعملي ايه، لا بالليل النهارده انا عندي حاجه مهمه جدا. مش معنى كده ان هو من اول مره يطلبك تخرجي تروحي تخرجي معاه، لا لازم تكوني انسانه تقيله. فانت لو لقيتي الشخص المناسب او حسيتي ان هو الكيمستري ما بينكم اوكي، مش معنى كده ان انت تروحي ترمي نفسك عليه، لا انت تبقي تقيله خلاص انا عايزه الشخص ده. فبتعملي تكنيكس تاكتيكس اوكي او تكنيكس، بتتبعي خطوات. اول حاجه لازم تكوني تقيله، لازم تكوني انسانه مرتبه في نفسك، لازم تكوني انسانه انيقه، لازم تكوني انسانه بتعرفي تتكلمي عن نفسك كويس جدا. ودي كانت من الحاجات اللي انا ما كنتش بعرف اتكلم عن نفسي، بس ما اعرفش سبحان الله لما قابلت ادي عرفت اتكلم عن نفسي كويس جدا، وهو فهمني كويس جدا، ودي حاجه مهمه جدا يا بنات. هتلاقي الراجل في الاول اول ما بيهتم بيكي او بيحس ان الشخصيه دي هو مهتم بيها او منجذب ليها، ايه نظامك اليوم، هتعملي ايه النهارده، فلازم يعني كل مره تقولي له انا في الجيم، انا عندي شغل، انا عندي كلاس، انا هخرج مع صاحبتي الفلانيه النهارده، لا انا عايزه انام بدري عشان هصحى الصبح عندي حاجه مهمه، تمام. ولازم برضو تحسسيه ان انت فيكي حته انطوائيه، لا النهارده انا عازمه نفسي على الغدا على العشاء، هطبخ لنفسي اكل حلو بما ان انا كنت عايشه لوحدي، فكان يقول لي بتعملي ايه بالليل، فاقول له لا انا عازمه نفسي على العشاء النهارده، هطبخ اكله جميله واتفرج على موفي في النتفليكس. فتحسسيه ان هو واو انا اتمنى ان انا اكون مع البنت دي دلوقتي. فاول حاجه عشان ترتبطي او تلاقي الشخص المناسب ليكي، هتلاقي الشخص ده في اكتر مكان انت بتحبي تروحيه. يعني ممكن لو انت بتحبي الجيم هترتبطي بالشخص ده، سوري هتقابلي الشخص ده في الجيم. لو انت بتحبي تسافري هتلاقيه في السفر، لو انت بتحبي الافراح هتلاقيه في الافراح. يعني هتلاقي الشخص اللي انت بتحبيه او شخصيتك تنجذب ليه في اكتر مكان انت بتحبيه. فما تحاوليش ان انت تنحرفي تروحي اماكن انت ما بتحبهاش وتلاقي الشخص ده هناك وتقولي اه هو ده الشخص اللي انا، لا طبعا، لان هتحسي بعد كده لما تعيشي مع الشخص ده لو انت عايزه الجواز ده يدوم فتره طويله، لازم انت تكوني مرتاحه مع طبيعتك وراضيه بطبيعتك، وهو كمان يكون متطبع على طبيعتك، او هو اوريدي عايش نفس نمط حياتك، او مش نفسه نفسه، ممكن تكونوا مختلفين طبيعي جدا وحلو ان انتوا تكونوا مختلفين، بس يكون لازم طريقكم واحد وانتوا الاثنين عندكم اهداف وماشيين جنب بعض وبتحققوا اهدافكم دي. تاني حاجه، حاجه حلوه اتعلمتها جدا من سوزي، ان لازم تهتمي بنفسك. سوزي دايما بتطلع لنا بمنتهى الاناقه، حاطه الخاتم الفيروز هنا، وبتديكي تكنيك واساليب ازاي تتعاملي مع الراجل بذكاء. بصراحه انا استفدت منها جدا جدا جدا. يمكن انا مش هقدر اقول لكم سوزي قالت، لان انا من النوع اللي انا عقلي بيمتص المعلومه، يمكن ما بعرفش اقولها بس بعرف اطبقها على نفسي كويس جدا، خاصه لو المعلومه عجبتني بتطبع في دماغي. اكتر حاجه بتعجب الراجل الشخصيه المهندمه اللي ما بتكونش اوفر، يعني ما تكونيش اوفر في كل حاجه، مش اللي هو يلا روحي البيت وتلبسي البيكيني وتطلعي مش عارفه ايه عشان هو اجنبي، لا الراجل حتى لو اجنبي بيحب الواحده الملتزمه او اللي هي مش اللي هي الاوبن قوي، لا تكون معقوله ما تكونيش يعني اوفر، لان الاوفر هم شايفين اوفر كتير جدا جدا جدا، فهم عايزين طعم تاني اختلاف تاني، حد محافظ لبسه شيء وفي نفس الوقت ما يكونش مفتوح قوي، تمام. يمكن احلى كومنت ادي بيقوله لي مش ان انا جميله وبس، يعني انا ما يهمنيش حد يقول لي انت جميله، هو دايما يقول لي انت، انا بيعجبني اهتمامك بنفسك، بيقول لي يعني انت بتعملي تهتمي بضوافرك،
تمام، تهتمي بشعرك جنب السرير دايما كده، جنب السرير بتاعي على السايد تيبل دايما في كريمات، دايما في برفيومز حتى لو انت ما بتستخدمهمش، بس الراجل لما بيلاقي كده السايد تيبل بتاعتك عليها الحاجات دي بتبقى حاجه واو جدا، وبيحس ان مراته انسانه يعني جميله من جوه قبل بره كمان. ان اهتمامك بجسدك دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه اهتمامك بعقلك، ودي حاجه اقوى وبتدوم اكتر مع الراجل. لازم تكوني انسانه ذكيه جدا جدا، بس ذكائك ما يكونش بيتحدى الرجل، يعني ما تقفليوش الند بالند، لا انا قلت كذا انت قلت غلط، انا عملت صح انت عملت الطريقه الغلط، لا مش صح، هي مش كومبيتيشن. انت لازم تحسسيه ان هو دايما بيرجع لك عشان هو عارف ان انت اختياراتك اصح، ان انت دايما يعني مثلا انا عندي ادي دايما يقول لي ايه رايك في الموضوع ده، انا عارفه ان هو بيسالني عشان هو عارف ان انا دايما اختياراتي صح، مش معنى كده اقول له اه انت جاي لي عشان انت عارف ان انا في الموضوع الفلاني كان رايي صح وانت اللي كان رايك غلط، لا لازم تكوني انسانه ذكيه وعندك لباقه في الكلام. تالت حاجه في نفسك ان انت لازم يكون عندك هدف، مش معنى ان انت لقيت الشخص المناسب ان انت خلاص تسيبي شغلك تسيبي وظيفتك تسيبي كل حاجه وترمي كل اللي بلاكي على الراجل ده. الراجل ما بيحبش المسؤوليه، بيهرب منها، لو حس ان انت تقيله عليه في كل الانواع هيزهق منك جدا جدا جدا. فلازم انت يكون ليكي طريق اللي ماشيه فيه. قبل الجواز لازم تكوني رسميه ومحدداه، لازم تكوني انت عارفه ايه عايزه ايه وماشيه طريقك عشان توصل، ماشيه في الطريق ازاي عشان توصلي للهدف. يعني دايما لما بنتقابل في اول فتره الخطوبه لما بتتعرفي على الراجل بتقولوا لي انا نفسي اعمل واسوي اعمل واسوي اعمل اسوي، تمام. لازم تكملي على الحاجات دي بعد الجواز، مش معنى كده ان انت خلاص انا اتجوزت انا هقعد في البيت هطبخ اكل العيال، الراجل جاي فانا لازم اطبخ له دلوقتي وبس. يعني هو الراجل مش عايز طبخه ولبس لانجري، هو عايز عقل، عايز شخصيه، عايز روح وعايز عقل كمان معاكي، يعني مش هو انت بس مش جسد بالنسبه له، انت عقل. فلازم عارفه لما قلت لكم ان انتوا لازم تبقوا مشغولين في فتره الخطوبه او سوري قبل الخطوبه، حتى لما هو لسه معجب بيكي وعايز يتعرف عليكي فانت دايما مشغوله مشغوله، حتى بعد الجواز لازم تكوني مشغوله، تمام. يعني ايه اكون مشغوله؟ اصحى الصبح بدري العب شويه رياضه نص ساعه، جري، امشي، اعملي اي حاجه، بس مش اللي هو اصحى من النوم اقعد اخبط في الشقه زهق الراجل اللي لسه نايم جنبي او اللي لسه نايم في السرير، لا اصحى يكون عندي روتيني وحياتي المنفصلة عن زوجي، اصحى الصبح العب رياضة، احضر البريكفاست كده وادلعه كده شوية وقت البريكفاست، بعد كده انسحب اروح اعمل شغلي سواء انا بشتغل اونلاين او بروح شغل، فاروح الشغل بتاعي انشغل فترة بتاع 3 4 5 ساعات وبعد كده ارجع تاني البيت اعمل حاجة لنفسي الاول، اخد شاور وهندم نفسي وادلع نفسي وبعد كده اعمل الغدا واعمل له الغدا معايا وادلعه شويه وبعد كده اسحب نفسي. فلازم تكوني موجوده وتتسحبي شويه، مش لازم تكوني 24 ساعه قاعده في وشه. يعني انا مثلا انا وادي بنسافر للايام دي ف 24 ساعه تقريبا يعني مع بعض، بس في خلال ال 24 ساعه انا مش موجوده، انا مش موجوده، انا بصحى الساعه 6 الصبح بلعب رياضة، ادي بيصحى من بعد 8 بقعد العب رياضة، انا عندي الميديولز بتاعتي الاونلاين يوجا تيتشر تريننج 300 اور يوجا تيتشر تريننج اونلاين، فبقعد اذاكر الميديولز بتاعتي. دلوقتي انا وادي بنتعلم اسبانيش اسباني عشان ناويين نروح اسبانيا، فانا هو حتى لو ما ذاكرش اسبانيش انا بكون بذاكر وبتحداه بقى. دي بتبقى حاجه حلوه قوي يا جماعه جدا ان انتوا بتتحدوا بعض بحاجات صغيره جميله لذيذه. فانا وادي منزلين ابلكيشن اسمه دويلينجو بنتعلم اسباني، فدايما ننافس بعض كومبيتيشن على دويلينجو، وابعت له هاي فايف هو يبعت لي سيلبريشن عشان انا نجحت في الليفل الفلاني والحاجات دي.
بعد كده بعمل الفطار على الساعه 11 لان احنا بنعمل صيام متقطع. خلصت اليوجا، خلصت الموديول، خلصت كورس الاسبانيش بتاعي، بعمل فطار، بدلع شويه، بنقعد نتكلم مع بعض. طب انت ناوي تعمل ايه في اليوم بتاعك؟ هعمل كذا، لا انا النهارده في البيت، لا انا عندي دايفنج، وات ايفر. هو قاعد لان هو بيشتغل اونلاين، وكمان احنا حاليا بنشتغل على الباشن بتاعنا، هو دكتور وانا دكتوره، بس شغالين على الباشون. هو بيحب الدايفنج جدا وانا بحب اليوجا جدا، فاحنا هنا في جزيره فعايشين بنعمل الباشون بتاعنا، بلس ان احنا بنعمل شغلنا اونلاين. طيب اوكي يا سيدي، انت ناوي تقعد النهارده؟ طب ناوي تعمل ايه النهارده؟ انا هشتغل على الاونلاين بيزنس بتاعي النهارده. طيب اوكي، باي باي. انا في نفس المكان معايا، بس باي باي، انا عندي شغل بتاعي هعمله على السوشيال ميديا بتاعي على اللابتوب. فبنبقى قاعدين جنب بعض، بس انا توتالي منفصله عنه او في عالمي التاني. فبيحس دايما ان هو مشتاق لي، فحلو جدا ان انت تخلي الراجل دايما مشتاق لك. الراجل بيحب المطارده، ما بيحبش الست اللي قاعده في وشه قاعده مستنيه كده، ها هنخرج فين؟ هناكل فين؟ لا احنا مش هناكل بره، انا هعمل اكل، انا بروح اجيب الانجريدينت عشان انا بحب اكل اكل هيلثي، بحب اعمل اكل نظيف. انا محدش بيغسل الخضار والفاكهه زي ما انا بغسلهم، محدش بي بي يعني بيطبخ زي بانجريدينت غاليه واوليف اويل وكوكونات اويل وناتس والحاجات دي. محدش هيطبخ لي اكلي زي ما بطبخه لنفسي، لان انا متبعه نظام غذائي صحي مع ممارسه اليوجا، لان انا ليا هدف ان انا اوصل لجسم معين، فيجر معين وعايزه اوصله، فبيتحقق بالاكل والرياضه. حاجه مهمه جدا ورابع نقطه في النقطه الثانيه، ان انت لازم تحترمي مساحه الرجل، ودي حاجه جدا اتعلمتها برضو من سوزي الزهار، ان هو ممكن يكون قاعد، بس انا دي ما لاحظتهاش في الرجل الغربي بصراحه، انا هتلاقوها في الرجل الشرقي اكتر، سواء بقى من جنسيتك او من جنسيه اخرى، دايما بتلاقيه سرحان. فمش معنى كده ان هو كرهك او زهق منك او ان هو بيفكر في حاجه، دايما احترمي مساحه الرجل. الرجل لو هو في اللالا لاند بتاعته سيبيه، سيبيه في الكهف، زي ما كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره، احترمي مساحه الرجل. الرجل لما بيدخل الكهف بتاعه سيبيه لغايه ما يطلع وهو يتكلم معاكي في اللي كان بيدور في دماغه، وهتلاقي حاجات تافهه جدا اللي كانت بتدور في دماغه. فلازم يكون عندك ثقه بنفسك، مش معنى ان هو في عالم اخر او قاعد قدامك مش بيتكلم معاكي ان هو ان هو كرهك، لا خلي عندك ثقه. صدقيني الراجل هيحبك طول ما عندك ثقه في نفسك، وانت بتقولي هو بيحبني فهو اكيد بيحبك، تمام؟ وقت ما تحسي ان هو مش بيحبك لازم تجدي السبب، لا اما انت لا اما هو. لو سببه باي باي، لو سببك لازم تصلحيه. زي ما قلت لكم يا بنات، الرجاله انواع زي البحر، زي السمك في الميه، كتير جدا، تمام؟ عشان تختاري الراجل الصح، لان ممكن انت تختاري واحد وتحسي ان هو ده الشخص المناسب وتعيشي يعني مأساة حياتك معاه. للاسف الحاجه دي يعني ملهاش دراسه او ليها تكنيك، الحاجه دي بتيجي مع الخبره. يعني انا دلوقتي فوق ال30، فخبرتي غير ما كنت لسه في اول العشرينات. ممكن اي حد يقولي بحبك واصدقه، يعني مش سهل ان انت تستكشفي الراجل، تمام؟ يمكن شويه الاجانب، بس الاجانب اللي هم صراحه وده اللي عندي وانا كده لو انت عايزاه، ودي حاجه حلوه جدا ان هو بيبين لك شخصيته الحقيقيه في اول العلاقه، مش بيتلون. وانت كمان لازم تكوني طبيعيه، وزي ما قلت لك بتكتشفي او بتجدي الشخص المناسب ليكي في البيئه اللي انت بترتاحي فيها، ما تتلونيش عشان بعد كده التلون ده انت مش هتعرفي تندمجي معاه بعد كده. فازاي اختار الشخص الصح؟ ده بتيجي بالخبره مع السن. بعد ما تتقرصي مره او اتنين او ثلاثه بتتعلمي. يمكن انا كانت اول تجربه ليا اتعلمت منها كويس جدا، والدرس يعني اتحفر على الجبين، وبقى عندي خبره جامده جدا ان اعرف افرق ما بين الرجال. سبحان الله، بقى عندي زي سكانر كده، اول ما بشوف الراجل بعرف الراجل ده كويس الراجل ده مش كويس. فسبحان الله هي بتيجي بالخبره. فانت لازم في اول العلاقه تكوني حريصه جدا 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 جدا، وتكوني بتاخدي مش بتدي. ازاي يعني؟ ازاي بتاخدي مش بتدي؟ بتاخدي منه كل حاجه، بتاخدي منه عنايه، بتاخدي منه اتصال، ما تتصليش، هو اللي يتصل بيكي.
هو اللي يسأل عليك انت فين، هو اللي يهتم بيك يقول لك انت رايحه فين، هو اللي يكلمك يقول لك انت محتاجه حاجه اجيبها لك وانا جاي، هو اللي يجي لك البيت، هو اللي يجي ياخدك من البيت، هو اللي يجي يوصلك. فلازم تاخدي 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 وتدي حاجات بسيطه. اعرفي ان الراجل لو اعجب بيكي من الاول هو معجب لاسباب، لاسبابه هو، تمام؟ فهو لو معجب بيكي فمعجب لاسبابه هو، وانتي لازم تكتشفي ايه الاسباب دي اللي هو خليته يعجب بيكي وتلعبي بيها. فلازم تكوني اخاذه اكتر ما تكوني معطاء، بتدي اطرى كل فين وفين، ما تبقيش كده زي ما قلنا او سوزي قالت لنا يا جماعه المطارده، هما بيحبوا المطارده جدا جدا جدا، هتدي له كل حاجه باي باي ومش هتشوفي وشه تاني. فان انت تعرفي ان الشخص ده صح ولا غلط في حياتك، ان انت اخترتي صح، لازم يعني لو انت في فتره العشرينات انت محتاجه شويه تتأني تتقلي. انا عارفه ان الفتره دي صعب جدا تتحكمي في مشاعرك وبتبقي طايره وعايزه فستان الفرح والشقه والكلام ده، يعني الكلام ده كله والله يا جماعه ولا يجي في لحظه حزن وانت عروسه متجوزه من واحد او بشخص مش مناسب ليكي. فان انت تعرفي ان الشخص اللي انت مرتبطه بيه ده صح او غلط هيحتاج منك صبر، وان انت تتعلمي او تثقفي نفسك في العلاقات، تمام؟ الموضوع مش هيجي بالسهل، وما تستجدعيش، يعني ما تقوليش لا انا عارفه وفاهمه ولفه، لا يعني تأني واصبري واتعلمي من اللي حواليكي، لان التجربه يعني لو انتهت بالفشل بتبقى مؤلمة جدا. فسواء سوزي او انا او اي حد تاني بيتكلم عن العلاقات دي، احنا بنحاول نعمل لك شورت كات عشان ما تتألميش او تحسي بالوجع، لان الوجع جامد. حاجة سوزي زهار قالتها قبل كده، لو الراجل قالك في اول علاقتك بحبك هو كذاب، وده فعلا حقيقي. وانا بتكلم عن تجربتي، ان انا جوزي ما قاليش ان انا بحبك من اول ما اتقابلنا، هو شايف ان انا الشخصية المناسبة وانا شفت الشخصية المناسبة. فعلا الحب يا جماعة بيجي بعد الجواز والعشرة، اللي انت بتحسيه في الاول لما بتقابلي الشخص هو مش حب حب، هو بيبقى اعجاب. انت شايف الشخص ده شكله حلو، شايفة ان هو هيحقق لك احلامك، شايفة ان هو هتسافروا مع بعض، هيجيب لك فستان الفرح، شايفة شكله حلو، الكلام ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا جنب العيشة والعشرة وان تعيشي في علاقة تدوم معاكي سنين. فزي ما قلنا ان اللي يقولك في الاول انا بحبك ده كذاب. حاجة حلوة برضو جدا اتعلمتها من سوزي زهار، ان الراجل بيحب المجاملات، ودي حاجة بقى سواء شرقي او غربي، ودي حاجة حلوة جدا، بس ما تقوليهاش بشكل مبالغ، يعني مش عمال على بطال كل فترة وكده التانية اي لايك يو، انا معجبة بيك، الله شكلك حلو، الله الطقم ده جميل، انت ذكي جدا، انت انت انت، كل فترة كده ادي للراجل كده حاجة يعني زي نفحة تكبر الايجو عنده. هما بيحبوا الحاجات دي جدا جدا، ودايما يعني اديها في الوقت المناسب مش عمال على بطال عشان يحس بمعناها وقيمتها. يا جماعة زي ما قلنا ان انت تبقي مشغولة دايما دايما مش متاحة، لازم يكون عندك السكيدول بتاعك، your own schedule، لازم يكون لك حياتك، حتى لو انتوا عايشين في نفس الأوضة لازم يكون لك كيانك المنشق عنه او المنفصل عنه، لازم يكون لك مادياتك الخاصة بيك، لازم يكون لك مصدر دخل انت خاص بيك، وده انا هتكلم عنه اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، هعمل لكم اللينك دلوقتي، هحط لكم اللينك فوق. لازم يكون عندك مصادر الدخل، ما تحسسيش الراجل ان انت عايشه عليه، انت بتعملي ده فعلا، انا بعمل ده فعلا، ادي هو المتكلف بكل المصاريف اللي حوالينا، بس لازم دايما يحس ان انت عندك مصدر الدخل الخاص بتاعك، ما يحسش ان انت مدلوقه ومرميه عليه، لو انفصلتوا لا قدر الله انت مش هتلاقي تاكلي وتشربي. لازم تكوني ذكيه، لازم يكون عندك كذا مصدر دخل، وده اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، اتفرجوا عليه ضروري جدا. لازم يكون عندك مصدر دخل. طيب انت دلوقتي اتجوزتي من واحد اجنبي، تمام؟ هو سافر، رحتوا مكان جديد، هتشتغلي انت طبعا لازم، لو انت شغاله في وظيفه حكومي او وظيفه ان بيرسون لازم تروحي بنفسك. لازم يكون عندك حته التحول
عارفين كده يا جماعه الحربايه لما بتغير لونها على حسب البيئه اللي حواليها. لو انت سافرتي في مكان لازم تتشقلبي كده وتكتشفي حاجه انت شاطره فيها تشتغلي فيها في المكان ده. يعني مثلا عندي واحده صاحبتي اتجوزت عاشت في السعوديه، كانت بتدرس الطلاب السعوديين دروس خاصه. واحده صاحبتي راحت انجلترا فبدات تشتغل اونلاين شوبينج. واحده صاحبتي مثلا راحت تايلاند بدات تدي كورسات يوجا. فلازم يكون عندك تالنت ومواهب. اتكلمنا عن ثلاث حاجات لازم تكون عند اي حد، اللي هي الشهاده بتاعتك والهوايه والحرفه. وفي اي مكان حول العالم تمام تقدري تشتغلي، عشان لو ما قدرتيش تشتغلي بشهادتك تقدري تشتغلي بهوايتك، لو ما قدرتيش تشتغلي بهوايتك تقدري تشتغلي بالحرفه. فلازم في اي مكان تتواجدي فيه لازم تلاقي تعملي فرصتك، يعني مش تستكشفيها وتعمليها وتحققيها. فدي حاجه مهمه جدا ان الرجل دايما يحس ان انت معاكي الباك اب بتاعك، الفلوس بتاعتك، الكيان بتاعتك، عشان هو عارف. الراجل ما بيحبش يحس ان الست دي لو انا سبتها هتضيع. لا انت مش هتضيع، انت قويه، انت معاكي فلوسك، انت عندك البيت بتاعك، انت عندك كل حاجه. لو هو سابك في اي لحظه انا برنسيسة في نفسي، انا مش غنيش. ودي حاجة انا بستخدمها الصراحة في جوازي، ان طبعا ان انتي تجوزي واحد اجنبي يعني مش تجربة سهلة، هي تجربة صعبة وحلوة جدا جدا. يعني الحمد لله الحمد لله انا مبسوطة بيها هلا وراضية وفخورة بنفسي جدا. دي من اعظم الانجازات ان انا عملتها، ان انا ارتبطت بحد اجنبي. لان المايند سيت جميله جدا جدا واوبن ومختلفه وحبوبه وبيحب بيقي في الحياه كده يا جماعه، غير للاسف يعني الرجل المصري بيكرهك في حياتك ودايما بيهز ثقتك بنفسك ويحسسك ان انت ولا حاجه وان انت عايشه عليه وان انت قاعده في البيت تاكلي وتشربي وتصرفي فلوسه وبالكريدت كارد. لا الرجل الغربي بصراحه جميل جدا، دايما بيدلعك، دايما بيديكي كلمه حلوه، دايما يقولك الله ريحتك حلوه النهارده، النهارده يقولك شعرك عاجبني، انا بيعجبني اهتمامك بنفسك والحاجات دي كلها. فانتي في اختلاف البيئه، هم برضو في بيئتهم الوضع مختلف، لان البنت بتبقى شايله المسؤوليه نص بالنص تمام. فدي حاجه برضو لازم في الاول تبقي حطاها في دماغك. يعني لو انت اوكي تدفعي النص بالنص وانت موافقه وتمام اوكي. لو انت عايز الراجل زي ما اتعودتي في العادات الشرقيه الراجل هو اللي بيكون شايل الليله، انت بتعملي له انترودكشن بسيط كده واحده واحده للموضوع ده، مش تصدميه تمام. وهنبقى نتكلم برضو عن هنعمل حلقه عن الموضوع ده، ازاي تعملي انترودكشن للموضوع ده للرجل الغربي او الاجنبي، ان هو يتقبل ان هو يتحمل مسؤوليه كل البيت. وبرده في نفس الوقت زي ما قلت لكم لازم يكون ليكي دخلك الخاص بيكي، وهو يبقى عارف ان الفلوس دي بتاعتك ما بتتحطش في البيت. هنتكلم عن الموضوع ده في فيديو جديد. لو انتوا انترستد بالموضوع ده اكتبوا لي برده في الكومنت تحت، وهي هتكلم عنه في حلقه لوحده، عشان ده محتاج موضوع يعني محتاج كلام كتير. حاجه برضو مهمه جدا اكتشفتها بعد الزواج من رجل اجنبي، ان الرجل الاجنبي لو خد جنسيه عربيه بيبقى عايز يشوف فيها الطبع العربي. يعني مش عايز واحده اللي هي بتسكر وتروح البارات واللي هو المقضيها على الشط 24 ساعه، لا هو عايز واحده يعني انا ادي بيحب الجانب الامي المصري اللي فيها، او ان انا بهتم بنظافه المكان، بهتم بالنظافه، بحب اطبخ في البيت، ما بحبش الاكل بره، بحافظ على فلوس وبوفر له، اقول له لا ده غالي ده رخيص. ودايما بعمل تكتيكس كده ان احنا ازاي نوفر اكتر، خاصه ان احنا بنسافر كتير جدا فلازم نوفر عشان نقدر نسافر اطول مده ممكنه بره. وان انا دايما بساعده في ازاي ان احنا نحوش الفلوس مش نصرفها، يعني مش اللي هو ايه لا انا عايزه اروح في فندق 5 نجوم، لا اي مكان حلو نظيف انا برضه بيه ببقى مبسوطه.
احنا هنا عايشين في جزيره في بالي، الاكل مش 5 ستار، فممكن نروح ناكل من الشارع عادي ما دام هو اكل نظيف احنا بنبقى مبسوطين. فلازم تبينينه حته الرضا وان انت راضيه بالبساطه، مش ان انت هربانه من واقع وجاريه عليه عشان هو يعمل لك الحياه 5 ستار. لا، يعني هي الحياه كلها مش 5 ستار، انت لازم تكوني واقعيه ولازم تكوني بتساعديه وبتسنديه. فالراجل فعلا الغربي بيحب الحته الشرقيه دي جدا جدا جدا. فلازم تكوني زي ما بيقولوا ست بيت، شاطره تمام وذكيه وتهتم بنفسها. فده برضو حاجه من الذكاء الانثوي اللي لازم تشتغلي عليه كتير جدا. انت بتبقي بالنسبه له عامله زي البوكس اللي مليان مفاجآت سربرايزز، هو جايك ثقافه جديده جدا، هو عايز يستكشف الثقافه دي، فانت بالنسبه له زي الصندوق اللي بيطلع منه فرحه. فانت لازم تكوني كل فتره في التانيه كده تفاجئيه بحته شرقيه جميله جدا، ما يعني ما تحاوليش تمحي الجانب ده، لان الجانب ده جميل جدا 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 في العرب بصفه عامه، فدايما حافظي عليه لان ده زي الجوهره جواكي. عايزه اقول لكم ان انا وادي لما اتجوزنا يعني بعد شهرين ما تكون علاقتنا كانت فعلا قويه جدا، وحسينا ان هو ده، انا حسيت ان هو ده الشخص المناسب ليا جدا جدا، وهو عارف ومتاكد ان انا الشخصيه المناسبه ليه، لان احنا في الفئه العمريه في الثلاثينات، احنا مش عيال او لسه شخصيتنا مشاعرنا مش هتتلاعب بينا، هو عارف هو عايز ايه وانا عارفه انا عايزه ايه. فاتجوزنا وما كانش فيه ولا عفش ولا شقه ولا فستان فرح ولا اي حاجه من دي، وكل حاجه دبله مع فص الماس على الاطار بتاعهم، سوري فص الماس. اوكي، وما عندناش ولا شقه ولا عفش ولا اي حاجه، بيتنا يعني احنا مأجرينه تمام، وحاليا كل حاجه زي ما بنقول في الاسكندريه متشونه مركونه مخزنينها وبنسافر العالم. فانت دلوقتي محتاجه فعلا في فتره العشرينات فعلا هيبقى طبيعي ان انت نفسك تبقي عروسه وتعملي فرح وبوفيه وتلبسي الفستان الابيض والزفه ويكون عندك العفش، بس والله يا جماعه السعاده دي مش الاساس، اسالوا اللي اكبر منكم. السعاده فعلا ان انت تلاقي الشخص المناسب اللي بتعيشي معاه حلمك، بتحققوا احلامكم مع بعض، ولازم تكون احلامكم مش لازم تكون متشابهه بس لازم تكونوا على نفس الطريق. يعني انا بحب السفر، هو بيحب السفر، هو بيغوص كتير، انا بحب اليوجا، فاحنا الاثنين اكتشفنا خلاص انا عايزه اتعلم يوجا او ادرس اليوجا، وهو كمان عايز يدرس او يبقى في مكان فيه دايفنج، يعني وحدنا افكارنا وقلنا هنروح المكان ده عشان نقدر يعني نمارس الحاجات اللي احنا بنحبها الفاشن بتاعنا. فان انت تكتشفي الشخص المناسب دي مش هتيجي من لما تتعلمي كتير وتتقرصي كتير، ومش لازم تتقرصي، يعني مش عايزينك تتقرصي، يعني زي ما بنقول ان انت بتتعلمي. للاسف الثقافه المصريه ما بتعلمش البنت ازاي تكون ذكيه في بيتها، ازاي تكون ست بيت شاطره، عشان كده معظم الجوازات في مصر بتنتهي بالفشل، لان البنت بتدخل حياه زوجيه ما عندهاش اي خبره باي حاجه، ما بتعرفش حتى تطبخ، يعني ما بتعرفش حتى تعتني بشعرها بشكلها بجسدها، ازاي تتعاملي مع الراجل بذكاء. ودي كلها حلقات انا هكلمكم عنها بعد كده، هعمل لكم حلقات عشان ما اطولش عليكم، يعني هنقسمها حلقات عشان ما اطولش عليكم في فيديو واحد. بس انا كنت النهارده حابه اتكلم انا اتعلمت ايه من سوزي وخبرتها الكبيره جدا. سوزي كانت مقروصه قرصه جامده احنا عارفين، فده اللي خلاها تطلع احلى ما عندها، وخبرتها جميله جدا في الحياه. فانا اتمنى ان الفيديو ده يكون لك شكر كبير مني لها جدا 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 جدا، ان انا استعنت بيها وهي حتى ما تعرفنيش، ان حقق هدف كبير او حلم كبير من احلامي. شكرا ليك يا سوزي جدا، انت بجد انسانه جميله جدا واضافه حلوه جدا جدا جدا، وفخورين بيكي ان انت مصريه. وسوزي وفي ناس كتير جدا جدا في الحلقات الجايه انا هقول لكم انا متابعاهم، ومتابعتي ليهم فرقت في حياتي كتير جدا بجد، وكلهم فخر المصريين بجد، ما سواء سوزي او الاشخاص اللي انا هتكلم عنها في الحلقات الجايه، بجد انا فخوره ان هم مصريين، والناس دي المفروض يعني شابوا ليهم كده.
لان احنا بنتعلم منهم كتير، لان الناس دي اتقرصت قرصه جامده جدا 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 في حياتها، وخدت الفشل او الاحباط وحولته لحاجه عظيمه. تمام، وبتديكوا بتحاول تساعدكوا ان انتوا توصلوا للعظمه اللي هم وصلوا لها، او النجاح. النجاح ليه طعم جميل جدا جدا جدا، واي حد ناجح بيحب يسحب الناس اللي واقعه معاه. بس انتي لازم، او انتوا لازم يكون عندكم الهدف والنيه والشجاعه والامنيه ان انتوا تبقوا شبه الناس دي. فانتوا سواء سوزي او الناس التانيه دي لازم تاخدوهم منتور في حياتكم، جايد كده في حياتكم، تمشوا وراهم وتتبعوهم. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات عني او اي حاجه اتكلمت عنها اكتبوا لي في الكومنتس تحت، وانا هجمع الاسئله وهرد عليها في فيديو جديد. Love you all. باي باي.